هحتاج للتفاح، والتفاح بيفتح البشرة وبيمنحها نعومة وإشراقة لأنه بيعزز إنتاج الكولاجين اللي بيساهم بشكل فعال في نضارة البشرة ورطوبتها، وبيقاوم التجاعيد والخطوط الرفيعة فيحافظ على الشباب الدائم للبشرة. كمان بيحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، وبيعالج حب الشباب والهالات السوداء والبقع الداكنة، وبيهدي البشرة جدا وبيخفف من التهيج والإحمرار. من أفضل المكونات الطبيعية اللي ممكن تستخدميها للحفاظ على نضارة وشباب بشرتك الدائم هيكون التفاح. بعد بقى ما غسلت التفاح كويس جدا وجففته، وبكده اكون اتاكدت من نظافته. بعد كده بقى ببتدي اقطعه لشرايح تكون رقيقه جدا بالشكل ده، على قد ما بتقدري بتقطعيها لشرايح تكون رقيقه جدا عشان تجف بسرعه. بعد كده بقى فردتها كده في طبق واسع، وبحطها بقى في مكان يكون جيد للتهويه. ممكن بقى تحطيها في شباك في المطبخ او في اي مكان يعني يكون قريب من الشمس او الهواء، وتسيبيها بقى لغايه ما تاخد وقتها لغايه ما تجف تماما. ممكن تاخد 3 ايام لغايه اسبوع وحتى 10 ايام، المهم ان انت تسيبيها تاخد وقتها لغايه ما تجف تماما. بيكون بقى شكل قشور التفاح بعد ما سبتها لغاية ما جفت تماما. شايفين بقى شكلها؟ شايفين جفت ازاي؟ لازم تكون جافة تماما بالشكل ده، ما تكونش مطرية خالص او منديه. بكده خلاص بتكون جاهزة. كمان كده احنا جففناها بطريقة صحيحة جدا. بعد بقى ما جففت قشور التفاح كويس جدا بالشكل ده، محتاجة بقى دلوقتي ان انا احولها لبودرة ناعمة. هحطها بقى دلوقتي في الكبة، وتقدري تحطها في مطحنة التوابل، اي حاجة تكون متوفرة عندك. المهم ان انت تطحنيها كويس جدا لغايه ما تتحول لبودره، وكل ما كانت بقى مجففه كويس جدا وناشفه كل برده ما هتطحن معاكي بسرعه وتبقى ناعمه وما فيهاش اي حبيبات خشنه. خلطت بقى كده خلاص قشور التفاح المجفف لغايه ما بقت بودره ناعمه بالشكل ده. علشان بقى اتاكد كمان ان البودره بقت ناعمه اكتر وما يكونش فيها اي بواقي خشنه، فانا حطيتها بقى دلوقتي في مصفى سلك تكون ضيقه، وهبتدي بقى انخلها بالشكل ده. هتبقى ناعمه جدا وتخلص بقى من اي بواقي تكون موجوده فيها. وده بيكون بقى شكل البودرة بعد ما نخلتها. شايفين ناعمة جدا ازاي؟ بكده خلاص بتكون جاهزة. هجيب بقى كده البرطمان بعد ما عقمته، وهضيف بقى فيه 3 معالق كبيرة من بودرة التفاح المجفف. هضيف بقى دلوقتي على البودرة في البرطمان مقدار 1/3 كوباية من الزيت، وانا هنا هستخدم زيت اللوز الحلو. زي ما قلت تقدري تستخدمي اي زيت يكون متوفر عندك. هجيب بقى كده معلقه تكون نظيفه، وابتدي بس بخلط المكونات كده مع بعض عشان تندمج كويس جدا، مجرد بس ما بخلط الزيت كده مع البودره. بعد بقى ما خلطت كده المكونات كويس جدا مع بعض، هغطي بقى دلوقتي البرطمان، وهحط بقى البرطمان ده في حمام ميه سخنه. حمام الميه السخنه بيكون عباره عن طبق يفضل انه يكون عميق، وبحط بقى فيه كميه كافيه من الميه المغليه. يفضل يعني انها تغطي كل كمية الزيت كده، بس طبعا مش بتوصل لاخر البرطمان عشان المية متدخلش جوه الزيت، بتغطي بس كمية الزيت كده في البرطمان. واسيب بقى البرطمان في المية المغلية دي لغاية ما تبرد تماما، وبعد ما بتبرد بشيل البرطمان، وبعد كده برفع المية دي تغلي مرة تانية، وبعد كده برضو بحط فيها البرطمان لغاية ما تبرد تماما. بكرر بقى الطريقة دي 3 مرات، في كل مرة بحط البرطمان في المية المغلية واسيبها لغاية ما تبرد، وبعد كده بغليها تاني، وهكذا. يعني بعمل حمام مية سخنة للبرطمان 3 مرات. رفعت بقى دلوقتي البرطمان من حمام المية السخنة ونشفته بقى كويس جدا من اي مية. بعد كده بقى دلوقتي هغطيه بفوطة، او ممكن تغطيه بورق فويل، المهم ان انت تغطيه كويس جدا ما يكونش فيه ولا جزء معرض للضوء. غطيت بقى كده البرطمان، وهحطه بقى في اي مكان في المطبخ في اي درج، يعني المهم ان هو يكون مكان مظلم او معتم ما يوصلش ليه اي ضوء، وهسيبه بقى بالشكل ده لمدة اسبوع، وممكن حتى تقدري تسيبيه لغاية شهر، يعني من اسبوع لغاية شهر. وكل ما هتسيبيه لمدة اطول كل ما هيديكي نتيجة افضل كمان، بس بتراعي بقى ان خلال مدة التخزين دي ان انت كل يومين او 3 ايام ترج البرطمان كويس جدا، او ممكن تفتحيه وتقلبيه بمعلقه تكون جافه تماما، مجرد بس ان انت بتخلطي المكونات مع بعض، وبعد كده بتغطيه وتحفظيه تاني. الطريقه دي بتساعد ان كل المكونات دي تندمج بشكل افضل، وكمان تنزل فوائدها بشكل اسرع كمان. وده بيكون بقى شكل البرطمان بعد ما خزنته لمده طويله. شايفين اللون الزيت اتغير ازاي، واخد نفس لون بودره التفاح، وبالتاكيد كمان اخد نفس فوائدها. بعد بقى ما خلطت المكونات كويس مع بعض، هبتدي بقى دلوقتي اصفيها باستخدام مصفى سلك تكون ضيقه جدا، والافضل بقى لو جبت قطعه من القماش او الشاش عشان بقى تصفي الزيت ده كويس جدا ما يكونش فيه اي شوائب او بواقي يعني من بودره التفاح. صفيت بقى كده خلاص كل كميه الزيت، والبواقي اللي انا صفيتها دي انا مش بتخلص منها لانها بتكون غنيه جدا بزيت التفاح. بتضيفي بقى عليها معلقه صغيره من السكر ومعلقه من الحليب المجفف، وتقلبيها كويس، وتفركي بقى بيها الوجه وكامل الجسم. بتعمل على ترطيب وتفتيح البشره بشكل فعال جدا. ده بيكون بقى شكل زيت التفاح بعد ما صفيته. شايفين بقى شكله؟ نتيجته حلوه جدا، كمان هيكون محتفظ بكل فوائده لان احنا عملناه بطريقه صحيحه جدا، ما عرضناهوش نهائيا للنار.
هجيب بقى كده طبق وابتدي بإضافة معلقتين من جل الصبار. هضيف بقى دلوقتي على معلقتين جل الصبار مقدار معلقة صغيرة كده من الجليسرين. دلوقتي بقى هضيف مقدار معلقة من زيت التفاح، وده بيكون المكون الرئيسي عندي في الوصفة. هضيف بقى كده مقدار معلقة صغيرة من زيت التفاح، بسم الله، وكل ما احتاج هضيف بقى بالتدريج. هبتدي بقى دلوقتي بخلط المكونات دي مع بعض لغاية ما قوامها يتقل ويبقى زي الكريم. لازم تخلطيها كويس جدا لمدة كافية. هتلاحظي بقى ان انتي كل ما بتخلطيها قوامها بيتغير وبيتقل. الزيت بقى كده اختفى تماما، هضيف كمان معلقة صغيرة من زيت التفاح. ضفت بقى كده كمان معلقة صغيرة من الزيت وبرده هخلطها لغاية ما تختفي تماما. طبعا بقى كمية الزيت بترجع لكمية جل الصبار اللي انت استخدمتيها، كل ما كانت كمية جل الصبار كبيرة يعني كل ما تكون برضو كمية الزيت كبيرة، فده بقى بيرجع لرغبتك. كمان برضو القوام بتقدري تتحكمي فيه انه يكون سميك او خفيف. شايفين بقى قوامها؟ هكمل بقى خلطها مع اضافة الزيت بالتدريج، وبعد كده هوريكم شكلها النهائي. عايزة اوريكم بقى شكلها اتغير ازاي مع اضافة زيت التفاح بالتدريج. شايفين بقى قوامها؟ كل ما هتخلطي فيها وتضيفي الزيت كل ما بتلاحظي ان قوامها كده بيتقل وكمان لونها بيفتح، هتبقى زي الكريم بالظبط. شايفين نتيجتها اهي. وبرده يفضل انت ما تضيفيش كمية كبيرة من الزيت عشان ما تبقاش سايلة، انت بتضيفي بالتدريج كده وتتحكمي بقى في القوام. لو طلعت سميكة قوي معاكي ممكن تزودي كمان في كمية الزيت شوية، ولو طلعت خفيفة قوي ممكن تزودي كمان معلقة ومعلقتين من جل الصبار. هضيف بقى دلوقتي اخر مكون على كريم التفاح، هو مقدار معلقة صغيرة كده من الكريم المرطب. وهكمل بقى خلط المكونات للمرة الأخيرة لغاية بس ما الكريم المرطب يندمج تماما مع باقي مكونات الكريم. شايفين بقى شكل الكريم بقى حلو جدا. هقلبه كمان شوية. وده بيكون بقى الشكل النهائي للكريم بعد ما خلطت حوالي دقيقة واحدة بس. شايفين بقى قوامه؟ كريمي وناعم جدا، نتيجته من أروع ما يكون، وده القوام المناسب. وبكده خلاص الكريم بيكون جاهز. بقى البنضيف أنا غسلتها كويس جدا ونشفتها وهضيف بقى فيها الكريم. وده بيكون بقى الشكل النهائي لكريم التفاح بعد ما ضفته في العلبة. بقفل بقى عليه العلبة واحتفظ بيه عادي خارج التلاجة، هيكون صالح للاستخدام لغاية ما بتخلص الكمية كلها ايا كانت بقى الكمية اللي انت عاملاها. مدة صلاحية الكريم ده بتكون طويلة جدا، بس لازم تراعي ان مدة صلاحيته هتكون تابعة لمدة صلاحية المكونات المستخدمة في عمله. كل ما كانت المكونات جديدة وصلاحيتها طويلة كل برضو ما مدة صلاحيته هتكون طويلة جدا. نيجي بقى لطريقة استخدام الكريم. الكريم ده لازم يستخدم على بشرة تكون نظيفة، يعني لازم تغسلي بشرتك في الأول كويس جدا وتجففيها، ويفضل كمان استخدامه بعد استخدامك للغسول، لأن كل ما كانت بشرتك نظيفة كل ما هتستفيد كويس جدا بالكريم. بعد كده بقى تاخدي من كريم التفاح وتفرديه على كامل الوجه وعلى الرقبة وعلى الإيدين، وهتركزي على منطقة حول العين. كمان تقدري تستخدميه لأي منطقة في الجسم تكون جافة أو داكنة أو فيها تجاعيد زي منطقة الأكواع أو الركب أو حتى بين الفخذين. الكريم ده بيكون هايل جدا في التفتيح والترطيب. هتدلكي بقى الكريم ده بأطراف أصابع إيديكي لمدة دقيقة أو دقيقتين لغاية ما بشرتك بتمتصه تماما، والبشرة بتمتصه بسرعة جدا لأنه بيكون ناعم وبيكون سهل الامتصاص. هتسيبي بقى الكريم ده على البشرة من بالليل لغاية الصبح، فهيكون أفضل وقت لاستخدامه هو بالليل قبل النوم. الصبح بقى تغسلي بشرتك في الأول بالمية الدافية وبعدها بالمية الباردة، وبعدها ترشيها بماء الوردة أو ممكن ترطبيها بزيت الورد أو زيت اللوز الحلو. هتداومي بقى على استخدام كريم التفاح بشكل يومي، وده طبعا عشان تاخدي منه أفضل النتائج، يعني هتستخدميه كل يوم بالليل قبل النوم. مع المداومة بقى والانتظام على استخدامه نتائجه هتكون بالنسبة لك مذهلة. من اروع الكريمات الطبيعيه اللي بتفتح البشره جدا وبتبيضها وبتوحد لونها في وقت سريع. كمان النتيجه ان شاء الله تلاحظيها من الاستخدام الاول، كمان بيرطب البشره جدا. هتلاحظي بقى الترطيب المضاعف من اول مره هتستخدميه وتيجي تغسلي البشره. الكريم ده بيعزز انتاج الكولاجين اللي بيجدد الخلايا وبيفتح لون بشرتك وبيخلص البشره من الزيوت الزايده، كمان بيخلصها من السموم وبيرطب البشره جدا وبيحميها من الجفاف، فهيكون مناسب جدا لفصل الشتاء، وبيحمي من اشعه الشمس الضاره وبيعالج حب الشباب. كمان بيعالج البقع الداكنه وبيعتبر منظف طبيعي للبشره، وبيعالج انتفاخ العين والهالات السوداء. وبكده هنكون عملنا كريم التفاح في البيت باقل تكلفه، ونتائجه هتكون من اروع ما يكون. الكريم ده هيغنيك عن شراء منتجات تكون غاليه جدا للعنايه ببشرتك خلال فصل الشتاء، سواء لتفتيحها او لترطيبها او حتى انها تكون مضاده للتجاعيد والخطوط الرفيعه.
الكريم ده هيكون مزايا بلا حصر وفيه كل المزايا دي. واتمنى طبعا ان تكون وصفتي النهارده عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.